ملف حقوق الإنسان وخصوصا حقوق ذوي الهمم. الملف ده مصر حققت فيه قفزات كبيرة جدا في السنوات الماضية، ويمكن ده كان سبب في إعلان ترشيح الدكتورة هبة هجرس لمنصب المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة. منافسة مرشح مصري على مقعد قيادي في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة تعتبر خطوة في منتهى الأهمية، وربما خطوة أيضا بتعكس حجم المجهود المصري اللي تم في هذا الملف اللي هو ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية. عبر الهاتف معنا الدكتورة هبة هجرس، الخبيرة الدولية في مجال الإعاقة وعضو المجلسين القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس أيضا القومي للمرأة. بصباح الخير عليك يا دكتورة، وألف ألف ألف مبروك يا فندم. أهلا بسيادتك، أهلا وسهلا. دكتورة هبة، خلينا نتعرف في البداية على منصب المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. منصب طويل جدا أو تايتل طويل جدا، بالتأكيد ليه صلاحيات أممية واسعة جدا، وممكن مش تفيد بس هذه الفئة، تفيد أيضا الجانب المصري أو الدولة المصرية. يا ريت نفهم السادة المشاهدين ما هو هذا المنصب. الحقيقة هذا المنصب منصب مهم جدا، وهو مقعد واحد على مستوى الأمم المتحدة بهذه الصفة، سواء كمقرر خاص للإعاقة أو مقرر خاص لمثلا اللاجئين المهاجرين. أيوة. كل هذه المقاعد هي لخبراء لازم يكونوا على مستوى دولي فاهمين كويس قوي الملف وبيحملوه بشكل أممي، وبشكل أن يكون عندهم رؤية واسعة لهذا الملف في العالم، لأن بيبقى مطلوب منهم أن هم يساعدوا اللجنة بتاعة حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة بخبراتهم، ويدلوا بدلوهم إزاي يبقى فيه ترابط بين الدول وما بين الأمم المتحدة على هذا الملف بالذات، وبيبقى فيه أدوار متعددة لربط الدول بالأمم المتحدة. أيوة. وبالمقرر الخاص علشان يقدر بخبرته الواسعة يقدر يساعدهم إزاي يحققوا نتائج أفضل في مجال، مثلا نتكلم على مجال الإعاقة، فيبقى أدائهم أفضل والربط ما بينهم كحكومة والأمم المتحدة أو كحكومة ومجتمع مدني داخل كل دولة. صحيح. طب يعني أعتقد خبر ترشيح حضرتك خبر مهم جدا، مين هم المنافسين من الدول التانية وإزاي نقيم خبرات دولهم في مجال دعم ذوي الإعاقة؟ أعتقد التجربة المصرية تجربة مهمة جدا، ولكن يمكن في تجارب تانية أهم، يمكن في تجارب أوروبية لها باع أكبر مننا، مين المنافسين يا فندم؟ الحقيقة في عدد 14 متقدم لهذا الترشيح، منهم الصين، روسيا، فرنسا، كينيا، الهند. الحقيقة العدد كبير والأسماء كثيرة بيتقدموا، ولكن لجنة حقوق الإنسان دي لجنة مستقلة، قرارها بيبقى من حدود خبرات ومؤهلات الشخص المتقدم وبتقيمه، لأن هي بتبقى محتاجة فعلا أفضل خبير عشان يتعامل مع الأمم المتحدة كلها بجميع الوحدات الموجودة جواها، وكمان جميع الدول في الخمس مناطق بتاعة الأمم المتحدة. فالاختيار بيبقى دقيق جدا، لأنه لازم يحاول من ال 14 ياخد أفضل واحد يقدر إن هو يقوم بالمهمة دي. طب إيه الخطوة القادمة بعد إعلان المرشحين من كل منطقة من هذه المناطق؟ إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل باختصار هذه اللجنة بتجتمع وبتشوف المؤهلات، الخلفيات، الخبرات، وكمان بتحسب حسبة إن إذا كان المقرر السابق كان منطقة معينة لازم يبقى المرة دي من منطقة أخرى. تمام. بيتم اختياره بناء على أولا خبراته ومؤهلاته، ثانيا إن ما يكونش تكرار من نفس المنطقة أو من نفس المكان، علشان طبعا يبقى
يدي فرصة للدول بخلفياتها المختلفة يبقى عندها فرصة إنها تمثل مناطقها. لأن طبعا لما حضرتك بتتكلم إن مثلا في مرشحة جاية من أفريقيا وجاية من دولة عربية وجاية كست، دي بيبقى لها مواصفات وإمكانيات وشكل معين غير اللي بيبقى جاي من دولة أوروبية، صحيح، غير اللي بيبقى جاي من دولة آسيوية. فالتمثيل الجغرافي على مدار السنين بيهم، لأن طبعا بتبقي خبرات مختلفة، صحيح، جاية من أماكن مختلفة. شكرا لك يا دكتورة. على أي حال منصب أممي مهم، ملف الدولة المصرية اشتغلت عليه بأقصى طاقتها خلال السنوات اللي فاتت، لدرجة ان احنا افردنا له عام كامل، عام ذوي الهمم، وافردنا عام يعتبر بيخدم ايضا على هذا العام اللي هو عام منظمات المجتمع المدني اللي هو بيخدم برضو على عام ذوي الهمم. ما اعتقدش الدولة المصرية اشتغلت على ملف بهذا الاخلاص الا في الفترة دي. شفنا تأثيره في اماكن زي مترو الأنفاق، زي المواصلات العامة، زي 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 أولوية العمل في الجهاز الإداري للدولة، استصدار قوانين خاصة بذوي الهمم. شفنا أشكال كتير جدا من الدعم المقدم من شخص الرئيس كمان عبد الفتاح السيسي لهؤلاء الأشخاص. فأعتقد أن الدكتورة هبة وراها ملف متخم والدولة المصرية بتشتغل عليه من سنين. كل التوفيق لك يا دكتورة هبة على هذا، يعني على هذا الترشح، وبنتمنى إن شاء الله أن مصر تخش في هذا الأمر.